الحقيقة في يعني بوست على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته والدة أحد الشباب المعتقلين في مصر اسمه عمر. الوالدة كانت بتنقل موقف حصل بينها وبينه لما زارته في آخر زيارة، ده الشاب عمر اللي والدته تكلمت عنه، وكانت بتتكلم هو عمر بقى له 10 سنوات معتقل حتى الآن في قضية طبعا مفبركة زي معظم القضايا السياسية في مصر، وكان بيطلب من والدته وبيستأذنها ان هو ينتحر. كان بيقول لها حسب ما قالت في رسالتها او في الكلام اللي قالته يعني ان والده المتوفى عند حاكم عادل، في قبر عند حاكم عادل، وهو في قبر عند حاكم ظالم حسب ما قال عمر. وطبعا ده بيفتح الباب للحديث عن معاناة الشباب المعتقل في مصر اللي بقاله كتير سنوات طويلة داخل المعتقل، ما يحدث معهم، وايضا الحكم الشرعي في هذه الامور ان شاء الله. خلينا نرحب بالشيخ الدكتور عصام تليمه من علماء الازهر الشريف. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك استاذ المشاهدين الكرام. اهلا بك دكتور. طبعا اكيد حضرتك تابعت هذا البوست المؤلم لوالده عمر تكلم فيه على معاناه ابنها وانه وصل لدرجه يعني صعبه جدا من فقدان الامل، فكيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقه طبعا هذه رساله مؤلمه ويعني محزنه بشكل كبير، خاصه انها تخرج من شاب يعني سنه في الثلاثينات من عمره، ويصل به الحال الى ايمانه بان المساله هي قبر. الفرق بين القبرين ان هناك قبر عند عادل وهذا قبر عند ظالم. القبر عند العادل هو عند الله عز وجل، وأن يعني أكثر راحة لها وله ولإخوانه. طبعا يعني بدأت أربط بعض التصورات عن الشاب اللي هو عمر محمد علي، وطبعا البوست اللي كتبته والدته أمال سليم العدوي، بدأت أربط في مسألة مهمة. هذه المحنة لهذه الأسرة ليست من الآن، ولم تكن هذه أول محنة لهم حقيقة. يعني لما بدأت أستجمع الذكريات عن ربعة وشهداء ربعة، والده من شهداء ربعة يعني رحمه الله، لما استشهد والده يعني هو له أخت صحفية يعني سارة محمد علي، لما توفي والدهم استشهد في ربعة لم تكن تعلم أين مكان الجثمان. طبعا جثث بتتشال، واللي بتروح مسجد الإيمان واللي بتروح كذا واللي كذا واللي كذا، فهي كتبت على صفحتها بحكم النية إعلامية إن البعض ربما يعين يعني في ذلك، فكتبت. بعدها فوجئت بوستات بتكتبها أستاذة سارة إني لأي درجة وصلت السفالة والسفاهة بالناس، طبعا سايبة رقمها على الصفحة، ويا جماعة اللي عنده معلومة اللي كذا والدنا مش لاقيين جثمان ومش عارفين هو فين كذا ولا لاقينه هو عايش ولا ميت. ففوجئوا باتصالات بتيجي من ناس تشمت، ناس بتعمل مقالب، ناس تتصل تستخف دمها في حدث لا يستدعي ابدا مثل هذا الاجراء. فدلاله على ان الانقلاب ايضا غرس في الناس ثقافه النداله وسوء الخلق والاستهانه بالموت. يعني شفنا ده في احداث ربع، فطبعا ليست هذه المواقف باول مواقف يعني للأسرة. فتذكرت يعني حتى أستدعي يعني هل هذه الحالة، ولما بدأت أدخل في الصفحات صفحة الأم، وكانت الأخت مشيرة، أخت عمر سارة مشيرة البوست على أخوها وبعد عليها صور لها هي وأخوات وأخوهم، فكلهم بنات ما عدا هو الولد الوحيد، فالمفروض ده بعد الأب هو الذي يحمل الحمل، ولكن أيضا غيبته السجون. الظلم من الانقلاب والسيسي وغيرهم لم يطل الأب بالاستشهاد فقط، بل طال البنات والابن الوحيد الذي معهم الذي تم اعتقاله منذ 10 سنوات ليضيع مستقبله ويحكم عليه بسنوات عجاف من الظلم. وإن كان من قبل أعتقد إن كان أحمد دومة الناشط السياسي المعروف الذي خرج والحمد لله منذ أسابيع كان معه في الزنزانة، فالآن أصبح مسجونا انفراديا. وطبعا وجود مسجون معك في السجن أيا كان الاختلاف، أيا كان أو اتفاق أو اختلاف، في النهاية يعني شيء مما يؤنس وحشة الإنسان. الله عز وجل حينما خلق أو يعني خلق آدم خلق له حواء، ولذلك قال الناس
جنة من غير ناس ما تنداس. إذا كان الإنسان في جنة ولكن لا ناس فيها لا قيمة لها. وهذا ما قاله ابن خلدون: الإنسان مدني بطبعه. ولذلك خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام. فالحياة وحيدة مشكلة. وهذا ما بدأت تلاحظه الأمة في البوسط، أن بدأ ينسى الكلام أو القليل الكلام، لأن الكلام من أين سيتكلم؟ الانفراد ده أكل بيتحط يأكل خلاص، وإذا تكلم معه السجان فخذ على قدر الكلام، وليس الحوار والنقاش. والكلام هو في النهاية عضلة، يعني اللسان يتحرك وثقافة ومخ وعقل يعمل. فعشر سنوات حبس أو بقاله الآن شهور وحيدا، مسألة طبعا مزعجة. وأذكر الدكتور حسن الطرادي الله يرحمه بعد ما خرج من السجن، وكان في زيارة لقصر للشيخ القرضاوي، فهو لاحظ أنه هو بيتكلم ونحن بنسمع بس يعني، فأرسل حوني السجين ما بيصدق يطلع، بيبقى عنده طاقة من الكلام عايز يتكلم، ما بيشوفش إلا السجان، ما بيشوفش إلا مع السجان، بيحتاج مدنيين يكلمه. فده سبب رغي فسامحوني. لا أبدا يعني، نعلم ذلك يعني. فده لما المسجون عنده مساحة من الكلام، ما بالك بالمسجون اللي هو الزيارات معدودة والزيارات محدودة والطعام سيء والمعاملة سيئة، وتنظر إلى مستقبلك تجده ضائعا. فطبعا لوحدك معناه أنه مسيطر عليك التفكير الفردي، والتفكير الفردي في وضع غير صحي أنك لوحدك. فدي مشكلة مع صغر السن وقلة الخبرة، بيورث عند الشاب طبعا شيء من اليأس وضياع الأمل وخيبة الرجاء والأمل. فده اللي خلاه طبعا قال الأم إني بدل المهدلة والكلام ده طوعيني. يعني هو طبعا يراعي ويخشى من مسألة يعني الأمهات والقوات، وإن ده أريح. طبعا الانتحار محرم شرعا، لا يحل له ذلك شرعا، وعلي أن ينتبه لذلك، وعلى الأم أيضا في زياراتها أن تبثر هذا الأمر، وأن الإنسان لا أجمع بين أنه مظلوم وبين أنه يرتكب الكبائر بالانتحار، بل يصبر ويحتسب. وكم من أنبياء وصالحين كتب عليهم البلاء بالسجن بالمرض وكذا، سيدنا أيوب بالمرض، سيدنا يوسف بالسجن، ويعني سجن، ثم لما جاء بحبوحة للخروج فأنساه اللواء الجليس، فأنساه الشيطان ذيك الله، فلبس في السجن بضع سنين، بضع من 3 إلى 9، يعني نفس السنوات ونفس الأمر. فطبعا هذا بيعطي الإنسان النخوة، أن الإنسان يعني يكون دائما صلته موصولة بالله عز وجل، الأمل في الله لا ينقطع، الرجاء في الله عز وجل دائم وموصول، ولا يترك للشيطان هذا السبيل من أنه يسيطر عليه، إنما يستعيد بالله من الشيطان ويعود إلى رشده ويقوي علاقته بالله عز وجل. ده الجانب الشخصي، الجانب العائلي. يظل الجانب الآخر الحقوقي، أين منظمات حقوق الإنسان؟ يعني وأين طبعا في الداخل أو في الخارج، أين الناس الحقوقيين من مثل هذا الإجراء مع شاب في هذا السن يصل به الحال إلى التفكير في الانتحار؟ لا حل، لا أمل ولا بصيص أمل إلا بأن الإنسان يرتاح من هذا العذاب ويريح أهله معه. فطبعا هذا هنا طبعا عائق. لذلك احنا دائما بنقول يا جماعة الانتحار كبيرة من الكبائر، ولكن اللوم موجه أكبر إلى من يجعلون الناس يفكرون فيه، الذي يظلم الناس في قوتهم وعيش معيشتهم وحياتهم وفي مقدرات الحياة وفي التضييق على الناس، هذا هو الذي نتحدث عن ظلمه وعن جبروته وعن عقاب الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يغيث هؤلاء الشباب المظلوم البريء في سجون مصر التي تكتظ بالمسجونين في عرض وطول البلاد وشرقها وغربها. بل بعض الأمهات للأسف ولد 2 و3، واحد في بحر واحد في إبلي، ومطلوب الزيارة، وإذا اتأخروا من جبروت أهل السجون من الشرطة المسؤولين يقول لك خلاص دي المعادي، انت الناس تروح للفجر صلي الفجر قدام السجن عشان يفتحوا الصبح، يبقوا هم في الدور وإن حاضرين الناس. للأسف يعني جمعوا بين الظلم في ذلك إلى ظلمات أخرى بالتضييق على الناس، ضيق الله عليهم في دنياهم وأخراهم إن لم يتوبوا إليه.
اللهم امين يا رب. الحقيقه معاناه صعبه والواحد والله بيتحاشى ان هو يتكلم في الموضوعات دي، لان الموضوعات دي يعني متعبه الحقيقه.